أهلا وسهلا بكم متابعو قناة Educated Hadramis. نستعرض لكم في هذا المقطع مجموعة مقاطع فيديو غريبة قد لا يستسيغها البعض لكنها حدثت حقا. شاهدوا شباب صينيون يقومون بالتهام أسماك حية مضافة إليها بهارات تبدو مقززة. قد يستغرب البعض كيف يستطيع الإنسان تناول الأسماك الحية. الإجابة: معدة الصيني لديها قابلية على هضم أي شيء يدخلها. Made in China. في المقطع الثاني شباب يمنيون يحضرون ثعبان لعبة غالي الثمن لإخافة صديق لهم به، والمفاجأة أنه قام بسحقه. قلة الأعمال والأشغال تدفع بشاب إلى ممارسة عمل تطوعي لا فائدة منه سوى التعب، فهل ترغب بمساعدته؟ أقبى محاولة إنقاذ على مر التاريخ. مروحية عمودية تحاول إنقاذ حياة رجل هوى من تل شاهق، وبدلا من تركه يموت أو يحاول البقاء على قيد الحياة في الأرض، جعلته يتمنى الموت ولا يجده. صدق أو لا تصدق، شاحنة تتحرك من نفسها في مدينة الرياض السعودية، ولم يتجرأ أحد على إيقافها حتى توقفت من تلقاء نفسها. مشهد مضحك جدا أثار سخرية عارمة. سائق شاحنة لم يراعي الحمولة الزائدة التي على متنها، وأثناء عبوره في حفرة صغيرة تعلقت شاحنته في الهواء. وأخيرا نار تنبثق من شجرة في مدينة تنزانيا الأفريقية، الأمر الذي سبب هلع المارة، ويقال أن النار مجرد خدعة وليس إلا